وخلنا نكمل عليها كمان. والتشاؤم عشان نحلهم مع بعض المرة. هاي معيار التفاؤل وهاي معيار التشاؤم. في التفاؤل، في معيار التفاؤل لمحصول الفول بضرب أعلى واحد يساوي واحد ضرب أعلى قيمة قديش بالفول؟ 22 22. يساوي واحد ضرب 22 زائد صفر ضرب ايش؟ 10. 10 اقل قيمة يساوي قديش؟ 22 ألف. اوكي، هاي حسب التفاؤل. حسب التشاؤم بنعمل ايش؟ حسب التشاؤم اللي هو للمحصول الاول، حسب التشاؤم اللي هو اقل قيمة قديش كانت؟ حسب التشاؤم أقل قيمة قديش؟ 10. يساوي 10 ضرب 1 زائد قديش الثانية؟ 22 ضرب إيش؟ صفر. قديش تساوي؟ تساوي 10. أوكي، تساوي 10. الآن بالمحصول الثاني، أعلى إشي قديش كان في محصول القمح بالتفاؤل؟ 1 ضرب قديش؟ 5 25 زائد صفر ضرب قديش أدنى قيمة كانت اللي هي 8 11 اللي هي تساوي 25. بالتشاؤم أقل إشي قديش كان؟ قلنا 11 صح ولا 8؟ 8 احنا هو غلطنا كأنه هاي ضرب قديش ضربناها؟ هاي تساوي قلنا أعلى قيمة قديش تساوي بالمحصول الثاني اللي هو القمح؟ 25 25 ضرب 1 زائد أقل قيمة كانت 8 ضرب 0 اللي هي طبعا 25. الثالث المحصول الثاني 8 حسب التشاؤم اللي هو القمح، 8 ضرب 1 زائد 25 ضرب 0. 25 في إشارتين ناقص يساوي، تساوي 8 ضرب 1 زائد 25 ضرب 0 اللي هي 8. الآن بالمحصول الثالث يساوي قديش محصول البامية كان أعلى على شيء؟ 23. 23 ضرب 1 زائد أقل شيء كان 11 ضرب 0 يساوي، هون يساوي أقل شيء كان 11 ضرب 1 زائد 23 ضرب 0 اللي هي 11. وآخر محصول اللي هو البطيخ أعلى شيء كان 21 يساوي 21